نقول سريعا على طاجن من العدس. طبعا اخواتنا وحبايبنا صايمين اليومين دول، فهنعمل طاجن من العدس صحي وصيامي وفي نفس الوقت ينفع لمرضى التوحد. وهرجع اقرر ان الاكل الصيامي كله مش معنى كده ان هو صيامي يعني بيبقى ما بيتاكلش، بالعكس ده رائع جدا، ولكن ما فيهوش لا دهون ولا بروتين حيواني، فيه كله حاجات نباتات. فهنعمل النهارده طاجن من العدس ولكن جواه حشوه حلوه قوي. هنقول المقادير وهقول لكم نبدل لو مش عايزينه صيام نبدل ايه. عندي نص كيلو من العدس الاصفر مغسول، وعندي كمان بصلتين واربع فصوص ثوم وبطاطسايا ثمره بطاطس وثمره جزر متقطعه، معلقه كمون ونص معلقه كزبره ولتر من الميه. وبعدين الحشوه بقى 300 جرام من الفول الصويا المجروش ومنقوع في الميه وعصرناه، وبصلتين وفصين ثوم وعليه زعتر معلقه بهارات وطماطميتين مبشورين. كل ده هتبقى هنعمله زي ما نكون بنعمل لحمه مع الصاجه. لو انا عايز اخليها مش صيامي هشيل العدس واحط لحمه ونعصجها عادي. بعد كده هنعمل الطاجن بتاعنا. هقول تاني المقادير: عنده نص كيلو من العدس الاصفر، بصلتين كبار متقطعين وجزرتين وكمان طماطميتين كبار، واربع فصوص ثوم و بطاطسايا ومعلقه من الكمون ونص معلقه من الكزبره. اما الحشوه عباره عن نص كوب نص 300 جرام من الفول الصويا المجروش منقوع في الميه وعصرناه، وبصلتين وفصين ثوم وكمان معلقه زعتر ومعلقه بهارات وطماطميتين مبشورين. وهنشتغل في الحاجتين مع بعض، ونروح لدكتور ليندا عشان تقول لنا يعني ايه التوحد وازاي اكتشفه عند الاطفال. اتفضلي يا دكتور. هو فكرة أن كلمة التوحد دي معناها أن بيحصل مشكلة في التواصل عند الطفل. الحاجة الأساسية اللي بنلاحظها أن بيحصل الطفل ده بيبقى كأنه حواليه لوح إزاز، ما بيتواصلش مع الناس اللي حواليه. والحاجة التانية الكلام بتاعه بيتأخر، رد الفعل بتاعه، الانتباه بتاعه، يعني تلاقيه زي ما احنا بنقول أكن في لوح إزاز قدامه أو قاعد في باترينا، يعني من الآخر لا معزول، يعني انت عارف لما تبقى في لوح ازاز عزلك عن اللي قدامك. يعني هي نفس الفكره، انا شايفه بس مش معاه، بالظبط كده. انا شايفه بس مش معاه، يعني هي انك تنده له ما يردش، هو مش يعني مش معايا، هو سامعك. المشكله في السمع ولا المشكله ان هو ما بيردش؟ لا هو سامعك، هو سامع بس مش ما بيردش، ما عندوش تركيز معايا، ما يردش، ما يتدورلكش، ما يبصلكش. فهي اصل هو لو اتدور وبص يبقى معنى كده ان هو بيتواصل معاك. نعم، واخد بالك؟ نعم. فهي المشكله في المرضى التوحد الاساسيه هي في التواصل. طيب دايما مشكله التوحد دي بتقرق طبعا الامهات والاهل كتير جدا. ازاي نكتشفه؟ دايما السؤال اللي بنساله ازاي نتوقع ان الطفل ده عنده توحد من بدري. هو بدايه من 7 شهور بيبتدي الطفل ده يتواصل مع امه بالعين، فالام تحس ان هي بتكلم، يعني بتبص لابنها وساعات بتكلمه بعينيها ان هو باصص لها، بيفضل باصص لها. فده نوع من التواصل في سن بدري قوي اللي هو سن ال7 شهور. لو حست ان الطفل ده اللي هو الاي كونتاكت اللي بينهم، التواصل بالعين ده مش بيستمر، هنا نبتدي ناخد بالنا، مش على طول نقول يعني هو عنده توحد. ما ينفعش كلمه توحد نقولها على طول، عشان دي كلمه يعني قوية وكلمة جامدة وكلمة ليها رد فعل خطير. لكن في حاجة اسمها علامات تخلي الأم تاخد بالها. زي ما قلنا البداية كانت في ال7 شهور، بعد كده بيجي الطفل عند سنة سنة ونص، يبتدي الطفل إن هو يشاور على الحاجات. فإحنا مثلا لو جينا نقول مثلا في الأوضة في بالونة كبيرة لونها مميز، نسأله هي البالونة فين؟ لازم يشاور عليها. لو حته الاشاره بالايد مش موجوده برضو، دي الساين الثانيه او العلامه الثانيه عند سن سنه او سنه ونص الام تاخد بالها. ففي حاجات احنا بتدينا امارات او علامات ان احنا نبتدي نسال او نرجع للدكتور ونعرض الشكوى بتاعتنا. عند سن اكبر من كده، عند سن مثلا 3 سنين 4 سنين، يبتدي نلاحظ ان الطفل ده لو الام جت تحضنه ما يحضنهاش، حبت تشيله ما يشيلهاش، رغم ان العادي بتاع الاطفال انها تجري على امهاتها وتحضن امهاتها، وبالعكس الام تنزله يبقى عايزه تشيله تاني وتحضنه تاني. الاطفال دي لا، تيجي تقرب جنبها تبعد،
زي ما احنا بنقول المشكله في التواصل، التواصل سواء كانت بالعين، سواء كانت بالمشاركه، سواء كانت انك تحضنيه او انك تتكلمي معاه او انك تندهي عليه ما يردش. يعني هو سامع مش مش يا دكتور سامع طب بس أنا ما يردش. معلش بقطع حضرتك، يعني انا دلوقتي ممكن يكون الطفل عنده توحد وبعدين انا اقول ده بيستعبط، يعني بكلمه وما بيردش عليا، الواد بدأ يستهبل، احنا كلنا بنقول كده. انت ويضربوه يتعاملوا معاه بقسوة، يعني يزودوا الموضوع عنده. في علامات تانية هقولها. العلامات التانية انك تلاقي الطفل ده له حركات مكررة. الحركات المكررة زي ان هو يسقف بايديه او يعمل حركة مروحة بايديه او ان هو يتشقلب على الارض. وكمان الحاجات التانية تلاقيه ماسك في لبس معين، هو يعني هو عنده مثلا تيشرت هو بيحبها، تلاقيه كل شويه هو عايز التيشرت دي ما يغيرهاش. والاكل لما تيجي تاكليه تيجي تنوعي له في الاكل ما يرضاش، هو الاكل اللي انت حطيته له يفضل مثلا حاطين له مكرونه يفضل كل يوم عايز ياكل المكرونه دي. فالحاجات اللي هي الساين دي تخليك تسالي دكتور. جميل. طيب دكتور احنا هنستاذن حضراتكم بس اقول لكم عملت ايه. حطيت هنا معلقه زيت، حطيت كل الخضروات شوحتها وحطيت عليها العدس والكمون والكزبره والثوم والبطاطس والبصل والجزر وكله مع بعضه، زودت ميه سخنه بتغلي هحطها على النار ولما نرجع هنكمل مع. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. كل اللي عملناه زي ما شفتوا شايفين العدس بدا يستوي معانا لان حطينا على ميه سخنه بتغلي ما فيهوش اي حاجه، اكله صيامي 100%. يبقى فيها بصل، فيها جزر، فيها شويه من الكمون وشويه من الكزبره والعدس والثوم الصحيح، كل ده مع بطاطسايه كله مع بعض اهو. ممكن لو حابين نزود ميه تاني. طب يا شيف يسر احنا عايزين حاجه فيها نكهه نعمل ايه؟ ممكن نجيب بصلايه وجزرايه وعود كرفس وورقتين لورو وشويه زعتر نغليهم في شويه ميه وناخد اللي طالع ده، يبقى عندي حاجه منكهه فيها ريحه. هنرحب تاني بالدكتور وبعد بس قبل ما يعني نروح لها هغطي ده كده وانقله هنا وناخد معانا نعصج الفول الصويا. هنحط شويه زيت وناخد معانا اتصال يا مدام كريمه. الو الو تقريبا معانا ولا حاولي تكلمينا تاني يا مدام كريمه واحنا منتظرين تليفونك. البصل اهو هنعصق بس على مش على الني، عارفين يعني ايه؟ يعني هنحط البصل كده اهو يا دوب نص ثانيه نص دقيقه، نحط عليه الثوم برضو والزعتر وبعدين الفول الصويا. لو عايزين تبدلوه بلحمه مفيش مشكله بس هيبقى مش صيامي. ادي الفول الصويا المجروش برضو قيمة غذائية عالية جدا. هنتكلم على الحاجات دي مع دكتور ليندا ونرجع لها تاني. طب يا دكتور أنا عايز أسأل سؤال، هل نسبة مرض التوحد الموجودة في الأطفال أو في الكبار يعني الصبيان قد البنات أو السيدات قد الرجالة أو الأطفال البنات يعني؟ هو في الأطفال بتبتدي في الأطفال طبعا. زي ما قلت لك من سن 7 شهور ولحد سن اللي هو الحضانة بنقدر نكتشف مرض التوحد. جميل. بيبقى في الولاد أكتر من البنات بنسبة 4 لـ1، 4 للولاد أكتر بكتير يعني. طبعا أنت زعلت. لا مش زعلت خلاص ما عديت مش هجيب توحد يعني. لا مش قصدي زعلت عشان الولاد أكتر. لا لا خالص لا مش للدرجات يعني. يعني بجد هو مرض التوحد مرض صعب جدا وربنا يشفي ويعافي كل الأطفال اللي عندها يا رب مرض التوحد، لكن هو بيبقى في الولاد أكتر من البنات أكبر. بنسبة 4 لـ1، 4 للصبيان 1 للبنات، هو أكتر في الولاد بنشوف. نعم. الحقيقة زي ما قلنا العلامات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها، عشان في تعليق قاله الشيف يوسف انا عجبني بصراحه جدا. ربنا يخليك يا رب. ان هو لما الام تنده على الطفل ان هو ما يردش تبتدي تضرب او تبتدي تزعق، لا يا جماعه لازم في الاول نشوف المشكله فين، يعني ممكن يكون في مشكله واحنا مش واخدين بالنا. مش الام لوحدها والاب برضه. ده ممكن يقول الولد بيسمع كلام بيسمع سامعني وانا بنادي عليه ما بيردش عليا، الولد ما بيحترمنيش، ياخدها من ناحيه شخصيه وممكن يكون حقيقة. الولد مريض يعني مريض دينا. دي حقيقه. نعم. فعشان كده عايزين نقول دايما يعني مع العلامات الثانيه اللي انا قلتها اللي هو الحركات المكرره، تلاقيه يفتح الدرج ويقفله، تلاقيه بيسقف، تلاقيه بيعمل ايديه بطريقه معينه، تلاقيه بيتدحرج على الارض والحركات دي بيكررها، ودايما يبص على الحاجات اللي بتلف، يعني تلاقيه يبص على المروحه مثلا، اي حاجه قدامه بتلف هو دايما يبص عليها، لو خدتيه مثلا في جنينه اطفال تلاقيه لوحده. جميل. طيب دكتور هنكمل بس بعد ما ناخد معاه اتصال وهنرجع لحضرتك، بس انا بضرب اهو العدس بعد ما استوى شايفينه، هشيله بعيده عن النار كده شويه واضربه بالهاند بلندر، وبعد كده هناخد مدام خديجه. اهلا بحضرتك. الو
ايوه صباح الخير. صباح الخير يا فندم. الو. ايوه مع حضرتك. الو. ايوه اتفضلي. صباح النور. اتفضلي يا فندم. ايوه ايوه يا سيف يوسف. أهلا. ايوه يا دكتوره. اهلا وسهلا يا حبيبتي. مدام خديجه ممكن توطي التلفزيون عشان تقدر تسمعنا كويس؟ الو. ايوه يا فندم. ايوه اتفضلي. ايوه يا دكتوره. ايوه مع حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. انا والله عندي ولد عنده 38 سنه. تمام. هو عنده توحد برضه بس من صغره من 7 شهور وحصل له ده بس ما يعني انا اللي باكله وبشربه وبعمل له كل حاجه. وما بيعرفش اللي انا قدامي يعني ما يعرفش اخواته ما يعرفش حاجه خالص. تمام. بس يعني وباكله بس هو كل اكل بياكله. جميع الاكل بياكله يعني. كل الاكل بياكله؟ يعني النوم بتاعه كويس وكل حاجه. بس ما عندوش وعي باي حاجه خالص. طيب يعني ما بيتكلمش ما يعني كل حاجه لازم اعملها له كده يعني فمش عارفه. حاضر انا هرد على حضرتك. حاضر. بنشكر حضرتك يا مدام خديجه والدكتور هتجاوب حضرتك دلوقتي. انا بس هقول لهم انا بعمل ايه. انا بضرب العدس زي ما انتم شايفين اهو. وبعدين عندي هنا العصاج بتاع الفول الصويا زي ما انتم شايفين بدا استوى معانا. بس بعد ما شايفين العدس انا مش عايزه يبقى حريري مش عايزه يبقى ناعم انا عايزه يبقى كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو. بعد ما هنخلصه خالص 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 هنعمل ايه؟ هنفضيه في الطاجن بتاعنا نص الكمية دلوقتي وانتوا معانا. وبعدين اهو ثواني هات كبسه يا احمد من فضلك. خلاص كده كفايه كل الحاجات دابت مع بعضها. طبعا احنا مدينين له شويه ملح وشويه فلفل. وبعدين هنشيل ده خالص ونيجي هنا نجيب طاجن اهو. وبعدين نحط نص كميه العدس فيه. وبعدين نحط بعد كده العصاج او اللحمه لو احنا عايزين لحمه. وبعد كده نحط الباقي مفيش مشكله خالص اهو كده. دكتور انا عايز اسال حضرتك سؤال بقى. شفت الاول التعليق اللي هي قالته ان هي بتقول هو مش بيرد عليا. اه هو مش بيرد عليها. هو ما عندوش تواصل يعني. هي دي مشكله عنده. هو في عالم تاني يعني. هو في عالم تاني. ليه هو في عالم تاني؟ الاول اسال انا هقول ليه هو في عالم تاني. اه كنت عايز اسال سؤال. ما انا كنت كنت عايز خلاص. لا مش مشكله حضرتك عشان من... طيب هو ليه في عالم تاني؟ لان الاطفال دي بيبقى عندها مشكله ان الهضم بتاع الجلوتين والكازين ما بيكملش وبيوصل لعدم الاكتمال بتاعه بيطلع مواد كيميائيه في الجسم شبه الافيون. المركبات بتاعته شبه الافيون. فدي لما بتروح للمخ بتغرق الجهاز العصبي باشباه الافيون. فالعيال دي بتبقى عامله زي مدمنين المخدرات اللي بيتعاطوا الافيون. لان زي ما بقول لكم عدم اكتمال الهضم بتاع الجلوتين وبتاع الكازين بيغرق الدماغ باشباه الافيون. فبيعمل لهم حاله من الفصل عن المحيطين اللي حواليهم. فهو غصب عنه لهذا السبب. يعني اكنه واحد شبيه بمدمن الافيون عشان نبقى فاهمين. لا هو بيغلس ولا هو مش مؤدب ولا هو عنيد ولا كل الكلام ده. وتبقي متضايقه وحاسه ان هو بيطنشك خالص. هو غصب عنه. جميل. طيب هقول بس انا بعمل ايه وبعد كده هنعوز طبقنا الثاني. شايفين انا حطيت نص كميه العدس حطيت الفول الصويا بغرق تاني عدس اهو علشان نملى الطاجن بتاعنا. وبعد كده هنديله نقطتين زيت. لو طبعا حاطين لحمه مفرومه نحط حته زبده صغيره طالما مش صيامي. لكن صيامي يبقى هنحط كده معلقه صغيره من الزيت على الوش ونحاول نمشيها كده عليها وندخله الفرن تحت الشوايه ياخد لون جراتان. وبعد كده نوريكم شكله. هنقول على الطبق